قلة الدعم الحكومي والآفات الزراعية المتتابعة جعلت الزراعة في البلاد بصورة عامة مشروعا غير مربح، وأدت أيضا إلى تجريف البساتين في عدد من مناطق العراق وتحويلها إلى مناطق سكنية. ناحية بوهرس في ديالى التي كانت مشهورة ببساتينها وأثمارها لم تكن استثناء من هذه الظاهرة الجديدة. توجه عشوائي تبرره بأنه لا يمكن الاستفادة من البساتين، وبدت الآن تجرف البساتين وتحولها إلى قطع سكنية. سابقا يعني صاحب البستان اللي كان حاصله السنوي أو الشهري بالملايين، هسه يعني هذا المبلغ كله اتقلص بسبب يعني قلة الدعم الحكومي والجفاف اللي صابها. والله احنا كنا عايشين على البساتين هاي، وجاتنا الامراض، موتت شجرنا، موتت نخلنا، فظلينا اتجينا الى مع الحيوان على زرع خفيف مثل باذنجان، وهاي وهذا ما يعيش، كل امراض، ما عندنا غير هالعيشه هذه، وظلينا احنا نخلنا مع اوضانهم ولا قالوا لنا انت شنو. يجون لجنه الطب منا تطلع منا ما قالوا انتوا يعني بيش عايشين بيش صايرين لعبت. ومع أن الفلاحين شكوا من كثرة اللجان وعدم فائدتها، إلا أن زراعة ديالى تؤكد أنها شكلت لجانا جديدة لحل مشاكل الزراعة في المحافظة. تم تشكيل لجنة بشكل على مستوى عالي في مديرية زراعة ديالى لغرض دراسة الأسباب الحقيقية والوقوف على حالة إمكانية إعادة البساتين إلى وضعها السابق. عام 2010 و2011 نتيجة لواقع الدولة وعدم تأمين المبينات ما قدرنا نأمن إجراء المكافحة لهذه الإصابات. احنا كتبنا، صار احنا هاي السنة الثانية نأكد على ضرورة إقامة حملات المكافحة للمعقد المرضي اللي يصيب هذه الأشجار سواء كان النخيل أو الحمضيات. وتعاني المناطق التي تقام على البساتين من سوء التخطيط وعشوائيته بالإضافة إلى الافتقار للخدمات، لكنها تمثل بالنسبة للكثيرين الحل الوحيد لأزمة سكن خانقة يعانون منها.